عندما تنطلق الرسالة الإلهية بصوت جميل ومقام جميل، في تلك اللحظات مشاعر المؤذن هي التي ترفع الأذان. يعتبر الأذان باستخدام المقامات الموسيقية مذهبا عثمانيا خالصا، إذ كان معظم السلاطين يهتمون بالموسيقى، حتى أنهم أسسوا في قصور الخلافة مدرسة خاصة والتي كانت تعنى بتدريس ونشر ثقافة المقامات الموسيقية، خاصة في قراءة القرآن والأذان. فهناك 7 مقامات أساسية تجمع في كلمة مختصرة: صنع بسحر. فحرف الصاد يدل على مقام الصبع، وحرف النون يدل على مقام نهاوند، وحرف العين يدل على مقام عجم، فأما بالباء يدل على مقام بيات، وحرف السين يدل على مقام سيكا، وحرف الحاء يدل على مقام حجاز، أما الراء يدل على مقام الرست. إن المقامات هي الأساس التي تبنى عليه الألحان، فمقام البيات يتكون من تتابع 7 أصوات موسيقية، وبشكل متسلسل يضاف إليه صوت ثامن وهو تكرار الصوت، وهو من أكثر المقامات استخداما في علم الصوتيات الشرقية، وهو أوسع المقامات انتشارا. الأذان بمقام البيات. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر